بسم الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر جل جلاله عما نواله كل المخلوقات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ربنا يا عظيم الشان. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضا. وحدائق غلبة وفاكهة وأبا، قلنا أبا هي خضرة غامقة مدهامتان في سورة الرحمن. ثم من يقول لك وقت تصلي تقرأ الفاتحة ويكفيك باش تذكر الآية مدهامتان، وهذا من فضل الله اللي يبدأ ما عندوش فكرة عن اللغة العربية، يعني عنده لغة غير العربية، قل له علمه مدهامتان يز قولها، واللي يعرف خير قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. أنت درجات التمكن من اللغة العربية خاصة من القرآن. متاع لكم ولأنعامكم. وقلنا أبا هي الخضرة وإلا مرعى، مراعي اللي هم كثرة. هذا ذكر المراعي اللي يحب يشهر إنتاج اللحوم وإنتاج البيض وإنتاج الألبان، وهلما جر يختم بالعبارة دي، وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة، يعني هكا نورها هكا يلق ويبهر ويلمجر، مسفرة يعني النضارة والنظافة والسعادة ما شاء الله، ضاحكة قدر قدامها شيء آخر أكثر جمالا وأكثر راحة وكونفور ورفاهة من اللحظة اللي هما فيها، لحظة اللي بشروا بها من أهل الجنة، لأنه يعني هما عرفوا اللي ربي يحب لهم الجنة. فهم شوف الخط هذاك، واللي يتنكر قتل الإنسان ما أكبره يمشي الغادي بفردة، وربما يكون خال مخلد وبئس المصير. ضاحكة مستبشرة مليانة بالتفاؤل، ووجوه مقابل تلك الوجوه يومئذ عليها، ووجوه يومئذ عليها غبرة، يعني غبرة هي إما الكحولية وجوه مسودة تلقى في آيات قرآنية أخرى، وإلا الغبرة لا بوسيير سونتاس، يعني العياذ بالله من اللي ما عادش يعي اللي لازم ينظف وجهه وما عندوش باش ينظف وجهه، قالت تتلبد عليه القذورات. انظروا روحكم في جرافيكم، انظروا روحكم تراكوى قاترة، أي يصبح الإنسان في إرهاق شديد، ما أنا أكبلي يعني ما عادش عنده نفس وريحة، ريحة الهناء وريحة الطمأنينة، أكابلي كاترا بار اون فيمي نوار. ربما أولئك أي هؤلاء هم الكفرة الفجرة، يعني لا عندهم لا تقوى من الله، تقوى الله مخافته على نارهم، يقترف ذنب بسين ببيشي وأخطأ المرمى. علاش؟ خاطر قلت الإنسان خاطر هو مبالغ الكفر، ياكل الغلة ويسب الملة. البلاد اللي حملت به أمه هون البلاد هذيك واعتنت به باش تكون مسلمة وذاكرة لربها قرآن وحديث قدسي وحديث نبوي شريفة وسلوك إسلامي، وأبوه نفس الشيء، لا والله يرعى أمه باش تكون على الحالة هذيك حالة إيجابية. بعد ميلاده فرحوا بقدومه، اختاروا اسم من يعاونوا على بناء شخصية متوازنة فيها الصفاء وفيها العقل السليم والجسم السليم وتمشي. وبعد جي العقيقة، حتى نبينا عليه الصلاة والسلام عمل العقيقة له في يوم من الأيام بعد ما جاته الرسالة، اشتار العقيقة عند الدور كبير. وين العقيقة اليوم؟ ضربتكم شقيقة باش ما تعرفوهاش، ما تعتنيوش بيها،
ولا مالكم مال حرام يساعدكم باش يمشي في محاسن الحلال وان تشري عقيقة لابنك ولا بنتك. يقل الحياة قالوا حقوق الإنسان، هو العقيقة هي من حقي ويني، واسم طيب جميل منعش وينو الاسم؟ توا يا فرزيت ويا كذاب، يا ولدي راكم غالطين، أخطأتم المرمى، ليس لكم إسلام. وبالتمام والعياذ بالله الرحمن. عاد يقول أولئك هم الكبرة الفجرة، أي معنى حتى خلاق، لا مع الخلاق ولا مع غير الخلاق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لم تستحي فاصنع ما شئت، إن لم يكن لك آداب يقبله الرحمن فافعل ما تشاء، لأنك ماشي زيادة في الكفر وصحة الرقعة مع الله ومع خلقه، وبراد كما تدين وتدان، والسلام.